السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ إن شاء الله طيبين. اليوم حعمل طبيخ بتاع فول. طيب، عندي هسه البصل قطعته صغير جدا يعني على يدي. طيب، زي ما شايفينه قدامكم هنا ده البصل. طيب، هأخده فيه النار. حطيت زي ما شايفين البصل، حطيته في الزيت. هنحط عليه هنا ده زيت زي ما شايفين الزيت. طيب، هذا البصل كله. طيب، هستعمل ملعقة خشبية. زي ما شايفين الملعقة الخشبية، أنا بقلب بيها البصل لغاية ما يدوب عندي. حاول أعلي النار عشان يدوب سريع. دائما لما تستعملوا الحلات الحلل بتاعت التيفال ولا الحلل بتاعت أو الطوات بتاعت التيفال والحلل بتاعت الجرانيت، لازم تستعملوا يعني ملاعق خشبية أو ملاعق بتاعت سيليكون عشان ما تجرح أو تشخبط أو تخلي أثر يعني في العدة. يعني الكلام ده مهم شديد عشان في ناس بيسخوا في بينسوا يعني، يقوموا يستعملوا الملاعق الحديد في مع التيفال وبتجرح يعني بتتخربش، فده كويس يعني بخلي عمر الحلل وعمر الطوات يعني بيبقى قصير. وبعدين الميزة بتاعت انه الاكل ما يلصق في الحلة او في الطوة، بيكون يعني كل مرة الميزة بتاعت عدم الالتصاق دي بتنتهي، يعني الأكل حيلصق لك في الحلة أو في الطوة لو استعملتي الملاعق الحديدية أو الستينلس ستيل. زي ما شايفين البصل جرب يحمر معاه هنا. زي ما شايفين البصل، لأن أنا قطعاه صغير جدا يعني عشان كده بدأ في إنه اللون بتاعه بدأ يدبل واللون بتاعه تغير شوية شوية. الطبيخ بتاع الفول سهل جدا وبعدين لذيذ جدا في نفس الوقت، ممكن يتاكل ساكت. خلاص البصل تقريبا خلاص ده اللون اللي انا عايزاه، يكون نضج نجد. هضيف له الطماطم مهمة شديد مع البصل، خلي الطماطم لما تدبل خالص. زي ما شايفين الطماطم هسي بتندج مع البصل يعني مع بعض. زي ما شايفين البصل مع الطماطم يعني ماشيين على عين الزوق،
مرحلتين النضج يعني، بنجدوا مع بعض. طيب زي ما قلت لك هو طبيخ، عشان كده بحتاج برضو لتوم، ملعقة بتاع التوم زي ما شايفين قدامكم. طيب زي ما شايفينكم شايفين تقريبا كل شيء بقى نجيد. انا حاسه حقوم احرس دي الحراسه اللي تحت البطاطس المسلوقه، وهراسه برضو ليه للفول يعني زي ما شايفينها. طيب حقوم احرس انا الطماطم، ولا عشان كله يبقى مع الفول يعني حاجه واحده زي ما شايفين. انا بحرس في خلاص تقريبا كل شيء باين هنا قدامكم، انا بحرس فيه لغاية ما يبقى ناعم، وده السر بتاع الفول. ده السر بتاع الفول اثناء المطبوخ يعني. طيب عندي علبة بتاع الفول مدمس هنا، ده انا حاضيفة ليه الفول زي ما شايفين. يلا هقلب شوية، يعني الطعم بتاعه يعني رهيب جميل جدا، حتى الريحة بتاعته هسه الآن ما شاء الله تبارك الله. قبل ما أخد فيه أي بهارات، هو ريحته جميلة هسه. طيب برضه هستعمل الهراسة تاني بتاعت الفول وأهرس فيه زي ما شايفين. ده قلت لكم انا يعني الفول ده ممكن يتاكل وما تخط جنبه اي حاجة، يعني هسه فيه بصل وفيه ثوم وفيه طماطم، يعني كان خطيت السلطة معاه، فما بحتاج للسلطة ولا كده، بس جبنة. لو لقيت الجبنة البيضاء خلاص ممكن تاخدها في الوش كده بعد ما ينجد يعني الفول كله ويتسبك مع بعض زي ما شايفين. انا هسخ خلاص في طريقي، لانه بس اطلع من النار واقدمه ان شاء الله، وحوريكم طريقة التقديم كيف. طيب طريقة التقديم بتكون حكوب في الوش بتاعه زي السمسم سوداني، احسن زي السمسم يعني في العالم هو الزيت السوداني، لانه بيكون بيور يعني نقي ما فيه اي اضافات، مصنوع من السمسم يعني. طيب الان هاخد في الوش شمار او كمون اخضر زي ما شايفين، واخر حاجة هخلي الجبنة في الوش وكده. لو عملت الطريقة بتاعتي دي هتاكلوا أجمل فول في العالم. أنا بحبه شديد بالطريقة دي، وكل العائلة بتاعتي بتحبه شديد بالطريقة دي. هسي بس خلاص هنقدمه، وخليكم في رعاية الله وحفظه، وأرجوكم اشتركوا في القناة بتاعتي وتوصلوني للألف مشترك إن شاء الله. وأرجو منكم برضو التعليقات المهمة والجميلة، أنا بقرأها وبرد عليها إن شاء الله، وبرد عايزة منكم لايكات كثيرة جدا لو الفيديو إن شاء الله يعجبكم. طيب أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.